صور لكم النهارده قصر البارون. اوله كده في ترام قديم جدا. احنا شايفينه قدامنا، يعني بص مكان السواق. دي حديقة القصر كده، حديقة جميلة جدا. مكملين بقى واحدة واحدة. دي عربية مشروبات سخنة وساعة، عصاير فريش كنز. بصوا أشكال التماثيل. منظر من تحت رهيب. ندخل كده ونشوف. شنو مزخرف من تحت، جميل قوي. ده شيفا. أول ما دخلنا كده نروح الناحية التانية كده نشوف فيها ايه. سبحان الله، بص الباب. نكمل كده. ده تواليت تاني. Thank you.
كل غرفة دفاية ومراية والنجف. ندخل بقية الغرف. يعني نفس الغرف نفس النظام، مخطوطات للقصر كلها ومعلومات عن القصر ومعلومات عن حاجات زمان كلها. دفاية عملوا ايه فيها بالظبط؟ هنا بيشرح ازاي رمموا القصر. نطلع السلم الخشبي ده. الله الهوا هنا حلو قوي. ده ظهر القصر كده. ده جانب القصر. ده الروف كده كله. بس جايب القصر من اوله لغاية اخره من جميع النواحي. روعة، والهوا هنا روعة. الناس واقفة تتصور تحت اهي. نور قاعدة هنا في التراوح. الناس كلها بتتصور هنا في الروف. لا لا انا بيت.
سمنة قصر خرجنا كده. أي قصر البارون.